السادة المشاهدون الكرام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الزهراء لانجي ترحب بكم وتسعد بصحبتكم في هذه الحلقة من برنامج ليبيا تتحدث موضوع حلقة الليلة هو المشاركة السياسية للمرأة والشباب نتناول في هذه الحلقة العديد من المحاور والأسئلة نتوجه بها لضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو نتحاور حول هل همش هم دور الشباب والمراه بعد التحرير بعد ان كانت المراه والشباب في الصفوف الاولى ابان ثوره 17 فبراير؟ هل مثل كل من المراه والشباب التمثيل العادل في المناصب القياديه في المجلس الانتقالي والحكومه المؤقته؟ هل الشعب الليبي رجالا ونساء يقبل بان تمثله المراه في المناصب السياديه؟ هل تعطي المراه صوتها للمراه ما انعكاس النظام الانتخابي وقانون الدوائر الانتخابيه على مشاركه المراه في المؤتمر الوطني العام هل يصح ان نتحدث على الشباب ككتله سياسيه هل دور الشباب قاصر على الثوره وغير قادر على ملء الفراغ السياسي لماذا يعزف الشباب عن المشاركه في الحياه الحزبيه هذه الأسئلة والكثير من الأسئلة الأخرى نتوجه بها لضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو معنا اليوم الدكتورة فاطمة الحمروش وزيرة الصحة الأستاذ أكرم الجنين ناشط قانوني مصعب الأستاذ مصعب المنتصر ناشط شاب والأستاذ عبد الحكيم القاضي رئيس منظمة بوصلة للديمقراطية أهلا وسهلا أهلا بك نتوجه اولا للدكتوره فاطمه الحمروش بما ان حضرتك وزيره احدى الوزيرتين في هذه الحكومه المؤقته، اتساءل بعد هذه الفتره كيف كانت التجربه؟ هل النقد الذي وجه لادائك شخصيا كان نابع من كونك امراه او لما تحمله آه هذه الوزاره من ملفات اخرى وتركه كبيره. <applause> آه شكرا على هذا السؤال. نعم آه وجه نقد شديد آه لي وكان للسببين آه ولكن آه بالنسبه للوزاره آه من بالتاكيد يعني اي وزير آه في أي دولة يتحمل وزارة الصحة يوجه لها النقد، حتى في الدول التي نراها مستقرة، فما بالك بحكومة انتقالية تستلم وزارة ليست لها أي سياسات واضحة، ومليئة بالفساد المالي والإداري، هذا من جانب، وأيضا بالتأكيد كوني امرأة هناك من يرى أن أن يعني تكون مديرته امرأة أمر غير مرغوب فيه أو غير محبب ولكن ليس على المستوى يعني عالية مثلا وسط الوزراء أنا أجد ترحيب واحترام في المجالس المحلية والمجالس العسكرية أيضا بين فئات الشباب أيضا لك توجد بعض الشرائح أو بعض الأراء التي أسمعها من, من, أفراد أكثر يعني منها. هناك وزيرة أخرى وزيرة الشؤون الإجتماعية هل النقد وجه لشخصك لطبيعة مهمة هذه الوزارة أم في هناك بعد آخر كونك امرأة وكونك امرأة دعني أكون مباشرة غير مرتدية الحجاب بعض المنتقدين يرون أن هذه الوزارة وزارة صعبة ولم يستطع حملها أو حمل ثقلها الرجال فكيف بإمكان إمرأة أن تحملها وأنا أرى أن هذا يعني م. تقدير خاطئ فلا يوجد فرق في التفكير بين رجل وإمرأة والمقدرة على العطاء ما دام قادر على العطاء وعلى التفكير أما لكوني غير محجبة نعم هناك الكثير من يعترض على كوني غير محجبة ولكن يعني هناك أيضا من لا يرى فرق وهذه أراء فردية أيضا نحن مجتمع إسلامي محافظ وأنا أحترم هذا أيضا ولكن عدم ارتداء الحجاب أرى أراه من الأمور التي أنتقد فيها من ليس من الجميع ولكن من البعض نعم أتوجه لك بالسؤال بكونك ولازلنا في نقطة مشاركة المرأة هل المرأة صور رأينا تمزيق لصور المرشحين هل كانت فقط قاصرة على المرأة تمزيق صور المرأة هل الإشكالية الكبرى هي لمشاركة المرأة ونحن لا نريد أن نرى امرأة مرشحة ونرى صورة لها هل الوضع أسهل بالنسبة للشاب أو للرجل بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بمسألة الصور المرأة أو غيرها هذه ترجع إلى عقلية متكافسة في الواقع اللي ب 42 سنة من الاستبدادية لا صورة إلى صورة رجل واحد وشخص واحد وصوت واحد وفكر واحد وبالتالي فوجئ الليبيون بعد هذه الثورة بعض الأشخاص اللي الفكر القدافي قاعد يحكمهم بهذه الصور بهذه كذا وبالتالي هي للمرأة وللشباب حتى الصور المرشحين تمت إزالتهم من لكن في بعض الصور التي أزيلت المرأة بسبب أنها امرأة هذا لا ولكن ليس الظاهر وعامة هي محدوده وقليله ولكن مع الوقت سيتعود هؤلاء الناس على وجود المراه ومشاركتها في الحياه السياسيه، عجلا ام اجلا سيتقبلون الديمقراطيه بكل افكارها من تعدديه وتداول سلمي للسلطه ان شاء الله. نعم. مصعب انت شاب وسوف أأتي لمشاركتك السياسيه في التظاهرات ولكن هل انت ممكن ان تعطي صوتك لامراه؟ اكيد ممكن نعطي صوت للمرأة اذا كانت توجد فيها الكفاءة انها تكون عندها شخصية سياسية للدولة وتقدر يعني تسير امور الدولة اكيد حنعطيها صوتي وبين الشباب الاصدقاء او الاصحاب او الجيران هل هناك آه، كيف ينظرون للمراه في تقلدها المناصب السياسيه والولايات العامه اساسا ما, يعني. يعني ما نعرفش يعني كل شخص ورايه يعني شنو بيكون رايه لكن انا بالنسبه لي أناك انا كان وجدت مرأة يعني تكون عندها شخصيه سياسيه انها تحكم البلاد اوكي يعني اكيد حكون معاها انا يعني اعطيها صوتي آه. آه، الاستاذ عبد الحكيم كنت نسالك آه أن بما أنك كنت من الفاعلين كمنظمتكم على في المشاركة بتوعية للانتخابات أو بالنظام الانتخابي كيف تقديرك للنظام الانتخابي ومدى تأثيره على مشاركة المرأة في المؤتمر الوطني العام؟ طبعا أعتقد أن بداية يعني لو المرأة في لم تعطى لم يقر لها بحصة أساسا في القانون الانتخابي في دولة مثل ليبيا أو في مجتمع مثل المجتمع الليبي سنجد صعوبة كبيرة في وصول المرأة لسدة البرلمان أو سدة المؤتمر الوطني وهذا لتجدر عادات اجتماعية بعضها قد يكون أكل عليه الدهر ولكننا لا نزال نعيشه, نعيشه حتى اليوم في ليبيا قانون الانتخابات حاول أن يعالج هذه المشكلة في البداية في مسودته الأولى بإعطاء حصة 10% للمرأة ثم تغير الأمر عندما دخلت القوائم الحزبية إلى إعطاء إلى فرض فرض قوائم تبادلية تدعى بالقوائم التبادلية يكون فيها وجود المراه والرجل في القائمه على التبادل لو كان راس القائمه رجل فبعده ستكون امراه وفي المرتبه الثالثه رجل وهكذا او العكس، إذا كانت امراه هي الاولى سيكون رجل ثم امراه وهكذا. التبادل طبعا التبادل مزدوج لان لان القانون الانتخابات يفرض على يفرض على الاحزاب والكيانات السياسيه التي تضع رجلا على راس القائمه في الدائره الف ان تضع امراه على راس القائمه في الدائره باء وهكذا. وهذه محاوله لفرض نوع من العداله في التوزيع في توزيع المقاعد الحزبيه المقاعد الحزبيه بين ولكن هل التزمت الاحزاب بين بذلك ولم نشهد تلاعب نعم, نعم سات الى هذا 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 الغرض من القوائم التبادليه ما شاهدناه الان في الحملات الانتخابيه أن بعض الأحزاب حاولت أن تلتف على هذا الشرط بأن تنشئ كيانات سياسية محلية عُرفا تتبع نفس الحزب ولكن رسميا تحمل أسماء مختلفة ورسميا هي أحزاب مختلفة يعني قائمة لهم بالضبط نجد الحزب ألف لديه حزب مساند في مكان اخر حتى تكون رؤوس القوائم يطغى عليها الرجال. اذا قانون الانتخابات لم لم يوفق 100% في في هدفه قبل ذلك كانت الاحزاب كان هناك في احد الاقتراحات ان الاحزاب كان شرطا عليها ان تكون منتشره جغرافيا في ليبيا طبعا الغي هذا الشرط لاحقا لو ابقي على شرط الانتشار الجغرافي لا, لا اصبح اصبح من الاصعب التلاعب على القانون في اشكاليه اخرى القانون في توزيع في الدوائر الانتخابيه نعم. يعني بعض الدوائر طبعا الدوائر الانتخابيه الدوائر الانتخابيه معظم الدوائر الانتخابيه في ليبيا الان تحمل ارقام فرديه رقم ثلاثة هو الرقم الاكثر شيوعا وعندما يكون وهذا الرقم طبعا لو اضفنا له ما ذكرنا من محاوله الالتفاف على على التبادل بين الرجل والمراه في في الدوائر الانتخابيه سيسمح بوجود نسبه اثنين الى واحد في القائمه اثنين رجال الى امراه واحده. لأن القائمة من ثلاثة أشخاص، وهذا سيخفض سي حظوظ المرأة في الوصول إلى المؤتمر الوطني، هذه بعض الملاحظات على إذا كأن بنا نقول أن المشكلة أساسا مشكلة ثقافية بنيوية، أن لا لم نتخطى المرحلة التي يتقبل فيها عامة الشعب بحضور للمرأة. أنا حابة أن احنا نأخذ نعرض التقرير اللي أخذناه في في مدينة بنغازي عن مشاركة الشباب وتقرير آخر لمرشحات في طرابلس ومن زوارة يتحدث عن تجربتهم في خوض هذه الانتخابات عبد القادر بريك مرشحة للمؤتمر الوطني في الحقيقة أن المرأة الليبية تواجهها العديد من التحديات في العمل السياسي حيث أن المرأة الليبية الآن قامت بتا... بقوة القانون ان هي تكون متواجده داخل القوائم كذلك تكون مرشحه افراد نحن الان نواجه صعوبات في عمليه الحمله الانتخابيه كيفيه تكون لنا صور شخصيه في الشوارع المدينه وهذا يعتبر نوع من التحدي للعادات والتقاليد الاجتماعيه لدينا ايضا تحدي بان غير مرغوب في وجود المراه في داخل المؤتمر الوطني لكن نحن على بإذن الله تعالى متفائلين أننا سنصل من خلال تصويت المرأة والرجل للمرأة الليبية بحيث نشارك في عملية بناء وإعمار ليبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هند خالد ساكي مرشحة فردي دائرة 13 زوارة أكيد رشحت نفسي الدماء الشهداء ما كانتش سهلة ما حبيناش التضحيات اللي ضحوها الشعب الليبي تمشي هباء منثورا. حبينا ان احنا ندعم هذه التضحيات بان احنا ننشئ مؤتمر وطني ناجح، والمؤتمر الوطني طبعا لا يمكن ينجح الا بوجود ناس وطنيه فعلا عندها غيره على الوطن، لاحظنا وجود هالبناس تحاول تندس في داخل ثنايا الشعب الليبي، تحاول ان هي تفشل الثوره، ان شاء الله يا ربي لا بوجودنا احنا وجود كل الليبيين اللي حاولوا انهم هم ما يخلوش الناس هذه تحقق الهدف نتاعها بعون الله. نزعلنا جدا من الأحزاب، لأن فعلاً طريقة تكوينها ما كانتش عاجبتني، أنهم هم داروا اجتماعات تأسيسية، داروا لقاءاتهم، ما تذكروش المرأة في كل الاجتماعات هدية أم تذكروا المرأة لما اصدر قانون الأحزاب والانتخابات أن المرأة لابد تكون في القائمة وكان الشرط أن المرأة تكون بالترتيب يعني فهنا أصبحوا يبحثوا عن المرأة ممكن هذا هو السبب هو مش ممكن هو أكيد يعني هذا هو السبب اللي منعني أني نترشح ضمن قائمة لأن بجد ما كانتش عجبتني الطريقة وبحثهم عن المرأة في آخر لحظة هذا شيء والشيء الثاني الأخ اللي قال فرج بكري من للانتخابات اخرج بنقول لك أن مقاطعتك للانتخابات مش حل، انت ما حلتش القضيه بالشكل هذا، يعني كان قدامك اكثر من حل قبل ما توصل المقاطعه للانتخابات، وقبل الحل هذا لو انت ما لقيتش ولا حل من الحلول انك يعني انت تمشي وتنتخب وتؤدي واجبك الوطني وتحط ورقه بيضة لكن ان مقاطعتك للانتخابات انت حتوصل رساله سلبيه لنتائج الانتخابات للمواطنين لاي شخص انك انت ما الانتخابات، انت تمشي انت معترض على امر ما، لكن حط بركتك بيضاء لو ما انا شخصيا ما اتمناش انك انت توصل للمرحله هذه، لكن لو ما لقيتش حلول ثانيه، ممكن في حلول اكثر قبل مقاطعتك الانتخابات ردا على صديقي محمود انه هو قال لي طريقة سلبيه اني انا ما سجلتش في الانتخابات او مش مش حنسجل، ان نحنا حاولنا اكثر انت قلت, قلت لي كنت تجرب اكثر من اكثر من طريقه نحن حاولنا بالاعتصامات بالمظاهرات ب... ممكن بابسط حاجات ممكن تكوين مجموعات على الفيسبوك مقترحات. مقترحات اي حاجه ممكن تصورها نقاشات حلقات نقاش حاولنا بجميع الطرق لكن ما فيش رد والحكومه طبعا تسمع من هذا وتطلع من بعد يعني ما فيش اي رد من الحكومه الحكومه كانوا في شباب او تسمع كانوا في شباب مده ثلاث شهور تحت المطار كانوا يعتصموا يعني نبوا شرفية نبوا شرفية لمجلس لحكومه ما فيش حد عبرهم فمهما حاولت انا بصراحه بالنسبه لي يأست من المجلس ويأست من الحكومه وممكن مش نقول يأس من ليبيا لان فيها ناس ليبيا تحبها وخايفه عليها وتبي تبنيها بس بالنسبه لي انا يأست من من العمليه السياسيه في ليبيا لان بصراحه عمليه كل كل حد بيخدم الروح بس مصلحته هو بعد هذا العرض نحب ان نتناول بعض اهم القضايا التي وردت فيه في اشكاليه ان الاحزاب عند تكوينها وضعت المراه ككماله عدد ما رايك في هذا الموضوع يعني انا اوافق السيده التي تحدثت منذ قليل اولا اذا اخذنا نسبه معينه من شريحه المجتمع في البدايه كما حدث في بدايه تاسيس او بدايه صدور القانون. كان مجحفا في حق المراه ان يعني يصدر نسبه 10% كما حدث، وهذا لا يعني يعني فقط بالكم وليس بالنوع. ثم تغير هذا واتى تغير وصدر مؤخرا بعد تاسيس الاحزاب ان تاتي يعني تحسب المراه. ايضا هذا ليس بالصحيح حيث ان كان يجب ان تشارك منذ البداية المرأة نصف المجتمع إذا غابت المرأة غابة خمسين في المية من حتى بتعدادنا السكاني في ليبيا المرأة تشكل فعلا خمسين في المية من من تعداد المجتمع الليبي بالكامل فتغييبها بهذا الشكل ليس عادلا ولا يعني ينصف المجتمع بكامله ولكن يعني انا اعتقد انها او الجميع يعرف انها مساله ثقافه، ثقافه مجتمع نحتاج الى هو في جزء ثقافه مجتمع وفي جزء اخر انا حب أن نتحدث فيه وهو اشكاليه يوجه تحديات المرحله الانتقاليه الان بالذات في غياب الامن يعني انا اتساءل هل كم من النساء قادرات أو يرغبنا الآن في خوض العملية السياسية أعلم أنك ناشط في مجال كشاب في مجال مظاهرات ضد ويريد تحكي لنا عليها أكثر لأنك كنت, كنت, تم القبض عليك أول الأمس كيف أنتم ناشطين أنك تكونوا جيش وطني موحد وتمنعوا ظواهر التسليح لأنها تهدد ظواهر أه أه تس... التسليح وغياب الأمن ت... تهدد الجميع على المجتمع الشباب وعلى المرأة على وجه الخصوص تحكينا على تجربتك الأول نحن <applause> نريد مظاهرة ضد السلاح نحن مجرد ضرب على شباب. نريد مظاهرة ضد السلاح لتفعيل وتفعيل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يعني ما عادش نلبس سلاح بيد مدني ولا اي شخص الا وزاره الدفاع وزاره الداخليه يعني الجيش والشرطه فقدمنا هذه المظاهره في ميدان الشهداء درنا منصه ودرنا السبيكرات وبدينا نشحوا على موضوع المظاهره اللي مدايرينها فبدأنا نتكلم وقلنا ما نبو نبوا في اي في اي شخص يعني الا الجيش والشرطه يعني ياسر ما نبو اسماء غريبه ولا كتائب ولا يعني نبوا شرطه وجيش بس يعني وصلنا لدرجه ان يعلقوا في ستيكر لما تخش المحل ولا تخش للسوبر ماركت ممنوع الدخول بالسلاح يعني ما عادش نبوا احنا ما السلاح نبوا سلاح منتشر في البلاد لان يشكل تهديد تو احنا خاشين ان شاء الله المرحلة مرحله انتخابات يعني تكون مفروض من الاولويات انك نفس نفس الانتخابات تكون ضد السلاح يعني المجلس يعني يدير قرار ضد السلاح يعني و... انتم شعرتوا ان الاولويه الان انك تظهروا انتم مش منظمه لا او لا جمعيه او اي شيء، انتم شباب لا مجموعه لا من الاصحاب، لكن حسيتوا ان هذه اولويه انك أيه تتحركوا فيها. نفسها كيف كان رد الفعل في الشارع من الناس ومن الجهات الرسميه الغير رسميه؟ يعني احنا تو معنا يعني الشخص اللي متكلم كان يتكلم باسمنا اسمه امين. يعني قعد يتكلم فشنو قال قال معاش نبو اسماء غريبه معاش نبو لجنه امنيه وكانت متواجده في الميدان اللجنه النية فتم الاعتداء علينا يعني وموجود كله في الفيديو يعني موجود على الفيسبوك واليوتيوب يعني وقصوا علينا الكهرباء ولزونا من قدام المنصه ومشينا في الساحه فيعني كانت كانوا ضدنا بعدين كان يعني هالبناس ما عجبتاش الفكره قالت كيف تقولوا انتم ضد السلاح قاعد البلاد مش في ما فيش شرطه ما فيش جيش قلنا لهم حنا نبو الجيش والشرطه يعني احنا طالعين على خاطر نبو الجيش والشرطه لا اكثر لا احنا مش ضد مش ضد اي شخص مش ضد اي شاب قاعد حامل سلاحه يعني من طائر حر لكن احنا نبوهم يكونوا كلهم الشباب هم اللي في اللجنه الامنيه وفي الكتائب وفي اي مكان يعني في اي جهاز تحت اي جهاز يكون تبع وزاره الداخليه ووزاره الدفاع. <applause> فتم الاعتداء علينا هنا في الميدان وتم حبسنا في قصدي شدونا خطفونا خطف يعني من الميدان خطفونا خطف مشينا لتجورة وبعدين رفعونا للجنة الأمنية اللجنة الأمنية غادي والله هما استقبلونا الحق ب قصدي استقبلونا جيدا وعملونا جيدا ووصلنا لهم من الفكرة نتاعنا احنا فعجبتهم الفكرة نتاعنا واقتنعوا بها يعني لكن ايش هي الرساله اللي باقي المواطنين والشباب هل حيقدم المواطنين والشباب على المشاركه احنا في ليبيا الان مفروض الحريات العامه حريه التعبير حريه الفكر حريه التظاهر هذا حق يعني كيف لو اشير الى الحوادث المتقطعه هذه يعني اسلوب متبع في يعني في في ارهاب ارهاب المواطنين يعني في روسيا مثلا في حملة بوتين الانتخابية في بداية العقد الماضي يعني بدل ما بدل العنف بدل العنف على نطاق واسع استخدم العنف المتقطع هذا حتى اسمه يعني اسمه الفني على بعض الخصوم السياسيين وكانوا الخصوم السياسيين هذو يعني درس لباقي الخصوم وصار إحجام عن المشاركة في الانتخابات في روسيا آنذاك والنتيجة أن فاز بوتين يعني في الانتخابات. العنف يعني اللي نقصده أن هذه رسالة موجهة للشعب الليبي من أي حد أي شخص أي جهة تمتلك القوة بأنكم أنتم ما تدروش تحتجوا لا يمكنكم الاحتجاج على وجودنا يعني. اي ما رايكم في العرض اللي احنا شفناه كان في شباب تحدثوا عن مقاطعه الانتخابات آه لكونهم غير راضين عن العملية السياسية آه هل ممكن نحن نقول أن الشباب دائما يتميز بأنه ممكن تكون هذه سلبية ينظر لها البعض أنه إنه عنده صورة مثالية عن السياسة أنه حس أن التوزيع المقاعد غير عادل أنه مثلا لو شاف مثلا مشاهد زي هذه من العنف سيعزف احنا يعني ما صدقنا الشباب ظهر في 17 فبراير وشارك لكن ملاحظين في الفتره الاخيره انه كانه في انسحاب شديد جدا من الشباب للمشاركه او دعنا نقول ان دورهم كان فقط دور توعوي لكن كيف نسال في كونك انت ناوي تخوض العمليه السياسيه لكن باقي الشباب اغلبهم كم عدد تقريبا النسبه من الشباب اللي اللي يخوض الانتخابات كم حزب في في نسبه من الشباب او حزب شاب فقط ما تقييمه موضوع الشباب الثوره هذه عندما قامت قامت النظام اتهمها بانها ثوره ذات ايديولوجيات خارجيه وتوجيهات خارجيه رد المتظاهرون بان هذه الثوره ثوره عفويه عفويه انتصرت الثوره وكان الدور البارز فيها للشباب فسميت ثوره الشباب لكن عندما انتصرت استلم مقاليد هذه الثوره نخب كلاسيكيه قالت انتم شباب وثورتكم عفويه والعفويه لا تنفع لقياده مرحله ما بعد الثوره وبالتالي تم استبعاد الشباب من الحياه السياسيه في تلك المرحله السابقه في المجلس الوطني وحتى في هذه المرحله بدانا نرى اقطابا كلاسيكيه سياسيه هي التي تتصور ولكن تنتزع اه والحقوق تنتزع انتزع يعني تم انتزاع يعني في الثوره وهذا ما قصدته بسؤالي المنتصر, المنتصر الان داخل لمظاهره وهو اربعه شباب بيفرض انهاء حاله الميليشيات المسلحه حاله افغنت ليبيا اصبحنا امام امراء حرب الان حكمه يا احمد شاه مسعود ما يختلفوا عن الان اللي بعض الامراء الكتائب اللي موجودين عندنا في الوقت الحالي وبالتالي دور الشباب هو الضامن لتحولنا الى النظام الديمقراطي الشباب هم يتمتعوا بالعفويه يمتازوا بنقائهم الذهني بعدهم عن الايديولوجيات الشباب هم عندهم قدره على خوض غمار الانترنت والفيسبوك اللي ما يكتفوش ينهوا امراء الكتائب ربما يمنعوهم التظاهر في الميادين لكن الفيسبوك حيكون سلاح قوي عندهم الشباب مشكلتهم فقط في انشغالهم ببعض متطلبات الحياه بالدراسه بالتجهيز انفسهم لكذا هذه اللي لكن قرأهم. مش في النظره اللي لكن, لكن, عندهم. لكن 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 نظرتهم غير مثاليه نظرتهم نظرتهم صافيه ذهنهم نقي مم. يقدروا يتحاوروا مع اي طرف من اطراف مع تيار يساري مع تيار ليبرالي مع تيار اسلامي يجلس معهم وهو بس يرى ليبيا بما يراه بمنظوره، بمنظوره الشبابي مم. وبالتالي هم الأقدر اراهم انهم يجب مشاركه الشباب يجب مشاركه المراه تعليقا على الاستاذ تحدثوا على النظام اللي فرض في نظام القائمه انا تصوري وستثبت ذلك نتائج الانتخابات ان المراه المفروض انها اصبحت القوائم تبادليه صحيح ولا لا؟ مم. وهم 80 مقعد يعني المفروض ان 40 مقعد تكون للمراه يعتمد على تطبيق مم. لا لا قانون توزيع الدوائر الانتخابيه لحنا احنا مش هنحصلوا 10 نساء لا لا مش هتحصلوا حتى خمسه مش هنحصلوا لان لان لا ليس بسبب القانون لا بسبب القانون بسبب القانون لسبب بسيط مم. ان النظام القائمه إذا فرضنا فيه التبادلية هذه الكوتا يجب ليكون منتجا لابد من توسيع مقاعد الدائرة نعم. يعني إذا نعم. كانت الدائرة ليبيا الطرح اللي طرح أن تكون ليبيا دائرة واحدة ويتم التنافس نعم. على 80 المقعد في 80 وبالتالي سناخذ أفقية يستحيل أن في القانون الد... يجب هذا قانون يجب ليس للناس. له علاقة بقانون الانتخابات لن... لا بيسم... هذا قانون توزيع الدوائر الانتخابية المقاعد كان نعم. لابد أن يكون توسيع المقاعد شوفي ناخذ مثال دائره سوق الجمعة وتاجورة والقربولي هذه فيها ثلاثه مقاعد قائمه م. والان داخلين يتنافسوا على هذه الدائره 25 قائمه ال 150 الف صوت هذه تو الان 150 الف بطاقه موجوده في هذه الدائره م. بعد ما نقسموهم على المقعد يعني يبدا كل مقعد يقابل 50 الف صوت ولا لا نعم. كل مقعد ثلاثه مقاعد ب 50 الف م. صوت معناها بتشوف ال 25 قائمه كل واحد كم بيحصل صوت لابد يحصل 50 ألف مش ياخذ مقعد نعم يحصل فوق ال 50 ألف 50 ألف تنيات مش يحصل مقعدين وبالتالي يستحيل على كل القوائم المطروحة أن واحد منهم يحصل عليه 50 ألف صوت وبالتالي بياخذوا بالبواقي مه. 40 ألف و 50 ألف و 60 ألف وبالتالي بياخذوا منه القائمة اللي حصلت أكثر أصوات وبياخذوا الترتيب الاول من كل قائمه وبالتالي الثلاثه مقاعد حياخذوهم ذكور مش حياخذوهم مش حتكون للمراه فيها نتوقف عند ماشي. نقطه اشكاليه النظام الانتخابي وتاثيره على المشاركه السياسيه للنساء فاصل ثم نعود <applause> عدنا والعود واحمد. كنا قد توقفنا عند في حوارنا السابق على اشكاليات والتحديات التي تعوق المشاركه السياسيه للشباب والمراه، منها الاشكال الامني والاشكال التشريعي السياسي والاشكال الثقافي. احب ان اتحدث معك اكثر بخصوص الاشكال الامني وما يعني لك كوزيره بالذات في ملف كبير جدا متصدية له هو ملف الجرحى كيف كانت التحديات الأمنية وهل تعتقد أن بوجود التحديات الأمنية هذه في وجود كوتا ولا عدم كوتا هل ممكن نحن نرى مشاركة أكبر للمرأة بالتأكيد سنرى مشاركة أكبر للمرأة لأن هذه التحديات قابلة لأن يتصدى لها اي شخص يرى انه على حق ملف الجرحى الذي تحدثت عنه الان ملف شائك فعلا وكل التحديات التي واجهتني لم تواجهني من اهل الحق بل واجهتني من اهل الباطل <applause> تم محاوله تشويه صوره الملف عندما قررنا استلامه كوزاره في حين أن كل ما حدث من تجاوزات لم تحدث على يد وزارة الصحة لكن وجهت إليك تهديدات أنا هذا ما قصدي نعم. تهديدات هل تعتقدي أن كم من النساء يحبن أن يشاركن أو يخضن العملية السياسية في ظل غياب أمني ووجود سلاح مكثف وهنا أحب أن أقف وأحيي الأستاذ مصعب المنتصر وارحب بزميله عبد الرحمن الشيباني لما خاضوا تجربه المظاهرات واعتقلوا اهلا بك أهلاً يعني هؤلاء الشباب كانوا في تظاهره اول امبارحه زي ما حكى مصعب لفكره الامن لان مهما درنا من من قوانين سنيناها وحاولنا ندير الكوتا حاولنا ندير التناوب في عدم وجود وحتى كتبنا دستور واخذنا انتخابات في وجود الامن اه غياب الامن تحديات صعبه جدا ولذلك احيي هذه المبادره التي قمت بهم انتم اربعه من الاصدقاء لو سمعت انك تعرضت للضرب عند في في الاعتقال احكي نعم تعرفنا تمام. بقصتك تمام احنا اربع شباب قررنا نديروا مظاهره انا شفت يعني اللي في البلاد فحاولت نكلم اصحابي كلهم يعني كلمت حوالي 30 40 فرد ما فيش حد منهم الا ثلاثه مصعب امين بنون هم اللي وافقوا اللي يديروا معي المظاهره تمام بدينا نطبعوا في لانكم خايفين لا لا كلهم يقولوا ما لناش علاقه بمشاكل يعني ما هذه نقطه تبين ان السلطه توا نفس الزمان يعني ما يخوفوا في الشعب فما فيش حريه يعني حريه على ورق بس يعني الشباب ممكن يشاركوا في التوعيه للانتخابات في الاشياء هذه لكن ما يشاركوش في الاسئله لا. الملحه أي فان يعني. هم يقولوا ان احنا ما نبوش جيش واحد ما نبوش ظواهر مسلحه هنا خط احمر في, حمر. حمر. في خ... هو يعني هو النقطه يعني كان في خط احمر قريب هم زودوا شويه حاجه بسيطه يعني كيف في خط احمر يعني. ايش هو الخط الاحمر؟ الخط الاحمر في حدود ما تقدر تعديها يعني نكمل انا, أنا اليوم كل حريه ما تفضل اه يصير اللي يصير عندي لا <applause> <la tfadl> تفضل <applause> <applause> تمام احنا قررنا ندير مظاهره فثلاثه هم اللي وافقوا يعني وتمويل شخصي يعني كل واحد فردا ما فيش اي منظمه ولا جهه ولا نتمويل أي حزب حتى في منظمات حاولوا يساعدونا مش مش يبوا دعايه ولا حاجه حاولوا يساعدونا شافوا الفكره عجبتهم قلنا لهم لا يعني نبوا الصوره قدام العالم ان شباب ليبي بروحهم داروا مظاهرة ففهم يعني أربع شباب روحهم هتبين إن في في كان معاكم شابات؟ لا في في شابات تطوعوا معنا كنا كاتبين أرقامنا يبي بيطوع يوزع معنا يساعدونا في كذا واحد يعني في ناس واجد في اللي خدوا منا أوراق يوزعوهم في منطقتهم في ناس ساهم لكن يقول. اللي تواجد في التظاهرة كانوا شباب فقط في شباب أي تمام بعدين احنا حوالي اسبوع او او ثمان ايام ما فيش منطقه في ليبيا ما لفيناهاش بالمايك ونوزع فراقي يعني تقريبا انا اعتقد 50 ولا 40% مش من سكان مدينه طرابلس عرفوا انه في مظاهره تمام فبدينا يوم الخميس عدينا لقيت الميدان مسكر عديت انا وامين في الاول فجينا مسكر استغربت قلت في حاجه الميدان يتسكر اي يعني كانوا مسكرين مم. اللي ممنوع السيارات تخش تمام مم. فخشينا الميدان سالتهم سكرين عشان خاطرنا استغربت يعني قلت شنو الدوله بتساعد في الشباب مش ممكن كمان فلقيتها في, في اه احتفاليه بتاعت الجيش اه طبعا انتوا قصدتوا تكونوا في يوم احتفاليه الجيش؟ لا احنا قررنا من حوالي ثمان ايام <applause> أننا احنا ندير مظاهره وسالت اللجنه الامنيه قالوا لي قروا من يومين يعني احنا اه اذا التظاهر الان إيه، لا احنا بالصدفه بالصدفه لو اخذتوا اذن للتظاهر لا هذه الغلطه اللي درناها بس يعني هو الان اصبح انه لازم لما تتظاهر لازم تاخذ اذن اي اي تمام مم. فطلعنا طبعا كملنا مظاهره وصبينا في اللجنه الامنيه عندي صاحبي امين هو اللي كان يتكلم في المايك هو شن قال؟ قال لجان الامنيه لجان ثوريه ش... نشرحها كم نقطه اللي قالها قال معاملتهم كيف معاملة لجان الثورية يعني بس هو مش مش هيفصل الكلام فهمتوا فهم ما زالوا طبعا اعتدوا عليه وانا مشيت نكلم فيهم سحبوا عليه سلاح ف تمام وفضينا وقطعوا الضي علينا ما تكلمنا في المايك طلعنا في نص الميدان وجبنا خيط كهرباء من مكان اخر في واحد ساعدنا فبينا في الميدان بدات المسيره بتاعت الجيش الجيش الوطني اللي هو مفروض جيش يعني تمام <applause> امين شاف واحد سكرام من جوا شاف بنت يعني الكحول فقال كيف يصير هذا هو ما ما يتحشمش تمام فنزل واحد طبعا اعطوه انا ما كنتش موجود في الوقت بس حكوا لي فماني مشيت نجيب حاجه من الحوش وجيت فانا جيت الموقف اللي شفته امين ومصعب اللي كان موجود معاكم مسكين ويضربوا فيهم فواحد قال لي ركبهم السياره وروحوا تمام فانا حسيت يعني ما حتى قلنا ممنوع تخش من القريه فاطلع طول فاستغربت يعني في حاجه قلت الامين ننزل أمين تو نمشي احنا مشينا خمس سيارات سبونا في نص الطريق نزلوا يا طحالب, سيارات طحالب. معلش سيارات عادية ولا سيارات سيارات اللي هي بتاعت الكتائب مش عارف سيارات من مش ما نكذبش في سيارتين ملاكي تقريبا ثلاثة اللي هم ال التيوتا تمام سبونا انزلوا يا طحالب يعني في اللفظ حتى كان كان المفروض لو حرية صح حتى لو مؤيد للنظام سابق ما تسبنيش بس ما في الوقت الحالي اوكي نقولوا لا مم. تمام نزلونا خذونا المسجد سجورة طبعا وفي واحد منهم انا ما كنتش مع مصعب في سياره بروحه وانا في واحد مد يده علي جوا السياره تمام عدينا مسجد سجورة آه انتو انتم ما المنظمه تمول فيكم باي سألنا شن تهمتنا تهمتكم زعزعة الاستقرار وزعزعة وزع الاستقرار وزع العام للبلاد وزرع الفتنة لأنكم تطالبوا بي بعودة الجيش الموحد ايه وتطالبوا بإنهاء مظاهر السلاح تمام ايه في ناس تقول لك احنا كنا في سلاح وخشينا في موضوع اللجنة الامنية هي الموضوع واحد يعني يشمل حتى الفدرالية يعني لو الجماعة اللي بيو فدرالية بالعنف يعني حتى كانت تبي فدرالية مع اني انا معارض الفدرالية من حقك تطلع تظاهر سلمي يقول نبي فدرالية انت مواطن حر من حقك تقول اي حاجة مش تطلع في تسكر طريق بين طرابلس ومغازي يقول ولاية ما ولو ما عندهم سلاح مش هيديروا هوكي هذه النقطة فانت رأيك ان السلاح سلاح هذا اشكالية أكبر مشكلة تمام انه هو إيه ممكن يعرقل اي عمليه التحول الديمقراطي آه تمام ايه ثاني مشكله موضوع الانتخابات المعروف ان اللي بيأمن الانتخابات اللجنه الامنيه العليا مم. وهي معاد فضها يوم 30/6 والانتخابات 4/7 <applause> آه. ايه هذه مشكله اخرى ولو ان ان هم يعني راقبوا الانتخابات في معروفه اللجنه الامنيه ناس متدينه تمام يعني متدينه سواء سلفيه او اخوان يعني ما, ما, نقدرش نقول الانتماء بتاعهم عشان ما نعرفش وفي ناس مرشحه متدينه في الدين يعني ملتزمه مرشحه من اللجنه الامنيه لا مش من اللجنه الامنيه في ناس ملتزمه مترشحه واللجنه الامنيه هي اللي تحمي فيعني انا كان فانت تحس ان فيه فيه ممكن ممكن في في ممكن ممكن يساعدوهم ايه في تضارب المصالح في تضارب المصالح ايه في تضارب مصالح غير هيك إيه. ممكن ما يقدروش يامنوا يعني انت مسجل في الانتخابات حتى ايه سجلتي ناوي تنتخب ما يعني اعتقد لا يعني ما, ما تعت... ليش ما, ما لما انا حاسس ان تصير حاجه في الانتخابات البلاد كلها سلاح لو ولذلك تحركتوا يعني هذه يعني اشكاليه في سلاح تفضل اه عشان الكاسو في نقطتين النقطه الاولى هي وضع الكتائب اللي موجوده خارج شرعيه الدوله. نعم. مش نوته. في في عهد القدافي كان في مؤسستين حاكمه مؤسسه قانونيه اللي هي اللجنه الشعبيه العامه والمؤتمرات وفي مؤسسه فعليه اللي هي مكتب الاتصال باللجان الثوريه وهذا مؤسسه ما لهاش وجود قانوني. مه. يجوز لك ان تنتقد اللجنه الشعبيه العامه والبغدادي وما فيش مشكله في عهد القدافي لكن لا يجوز لك ان تنتقد مكتب الاتصال باللجان الثوريه اللي هو مش وليه وجود قانوني. في الوقت الحالي نقدر ننتقد الحكومه الانتقاليه ووزيره الصحه في جنبي ممكن ننتقدها وما في حد يكلمني وكذلك المجلس الوطني الانتقالي لكن الخط الاحمر ان تنتقد الكتائب التي ليس لها وجود قانوني الان في ليبيا لكن, الاشكالية لكن وجود الكبرى فعلي لها وجود فعلي اي بس قانون الانتخابات الهيئات العسكريه الغير نظاميه لها الحق ان تنتخب وان ترشح نحن لا احنا بس من النقطة هذه الان عندنا سلطتين اذا في ليبيا حاكمات سلطة قانونية لا حول لها ولا قوة وسلطة فعلية ليست قانونية هي التي تحكم <applause> النقطة ثانية أشار إلى أن بعض الأشخاص قد تكون بهم علاقة بينهم وبين اللجنة الأمنية العليا. إدارة الانتخابات ليس لها علاقة بها اللجنة الأمنية العليا من قريب أو من بعيد. تأمين وفيها خارج حدود المركز الانتخابي. وإدارة العملية الانتخابية هي من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات بكامل موظفيها. وبالتالي اللجنة الأمنية العليا يعني مش حتكون لا في جنب الصناديق ولا بحد ولا بحد إيه في, بحد في الخارج لتأمين وبالتالي ما ما اعتقدش في التخوف هذا ما اعتقدش انه في محل مع انني نقدر يعني اللي وانا وانا ادين يعني اللي حصل حزب يعني. محمود جبريل مثلا هذا طبعا الناس المتدينه تحس انه هو يعني يقول لك هذا ما ما يصفناش كيف صلى بيطلع تقارير عليه تو اعتقد انه محمود جبريل فاز طلع تسريب يعني من اللجنه جوا انه هو احتمال فايز خلاص يعني اعلى نسبه اصوات جوا اللجنه الامنيه يطلعوا سيبوا اللي خشوا جو ما هم اللي يحرسوا برا يعني ما خشوا ديروا مشاكل فهمت؟ يعني أنت هذا تخوفك أما تخوف كشاب إيه. وهذا ما يدور بينكم إحنا اليوم يعني هذه كلامك على مسؤوليتك الخاصة بس إحنا إيه. سعداء أن لا احنا أنا نسمع مثال. كمثال وكحديث يعني بين الشباب هذا طبعًا. ما ترون إنه في تضارب مصالح إنه هذه اللجنة الأمنية العليا مفروض ان هي تكون الحامي للعمليه الانتخابيه وللحقوق في هذه الفتره الانتقاليه ولكن انتم تشعروا ان هناك ان هي واخده واخده يعني صف مع جهه ضد جهه اخرى ولذلك تخشوا مش واخده صف يعني احنا ما نحطوش احتمال يعني نتوقف كل حاجه كيف ما من من يعني ما نحطوش احتمال لو حصل فما ما نخلوش لو يعني احنا نشوفه من الاول فهم فهم انت تبوا تو جيش واحد يكون واحد يكون لابسين لبس واحد اي ما كملتش اللي صار بعد ما ودونا لجنة امنيه قابلنا الاستاذ مش متذكر اسمه اللي هو اي ب... اللي هو رئيس لجنه امنيه رجل أوكي. بامانه احترام يعني امانة م. كويس انا نقول الكلمه اللي علي لكن اللي تحت منا مش كويسين يعني مدوا يدهم ورفعوا علينا سلاح هو راجل في قمه الاحترام اسلوبه قال من حكم التظاهر يعني اعتدوا عليكم بالضرب اي تمام هذا اللي هل تفكروا انت انك انتم تقاضوا ولا وين تقاضوا ولا كيف بالضبط؟ ايش رايكم انتم مثلا كمجموعه بوصله قلت انت رئيس البوصله منظمة بوصلة للديمقراطية أنا في رأيي أن يعني اللجوء القضاء يعني وين القضاء؟ إيه؟ هذه المشكلة هي يعني المشكلة الأساسية أن القضاء هذه المشكله هي المشكله الاساسيه ان القضاء او القانون غير مفاعل في الدولة، لو كان القانون مفاعل لكان السلاح تم سحبه، لكان المسلحين احترموا إرادة القانون ورغبة القانون في أن يفرض لكن ما كانش في حد تهجم عليكم لما طلعتوا في التظاهر التظاهرة السلمية لأن حق كما ظاهي ولكن عرفوا أن في عقاب سيوجه لهم لما يعتدوا على مواطن لم يحمل السلاح ضدهم، فالقانون ضروري جدا من تفعيل. تفعيله، تفعيله يعني هو بسيط بسيط يعني المفهوم قوة القانون مفهوم بسيط ان القانون لا قوة للقانون إلا بقوة فعلية. يعني نقدر نسنوا قداش ما نبه من قوانين، لكن لو ما فيش قوة فعلية آه على صورة جيش أو شرطة أو أي جهة رسمية تحمي القانون وتفرض وتفرضها للناس و... وتكون قادره على تصعيد الموقف لو ص... صعد المخالفين الموقف لا قيمه للقانون اذا نحن نرجع لنفس النقطه اللي تكلم عليها عبد الرحمن تكلم عليها است... استاذ اكرم تكلمت عليها الدكتوره ان ان في في عندنا مراكز قوه قوه خارج خارج الشرعيه اقوى بكثير من الدوله فالدوله مش هتقدر مش هتقدر تفرض قوانينها يعني في, ال... في نعم. الرقعه بس لو... اللي لو من البدايه يعني بس... سحب السلاح زي ما إيه في شباب الاربعه هذوما هي ثقافة الخوف هي اللي غالبة في الدولة، الخوف من القوة، نعم آه في نقطتين بنتكلم عليهم في موضوع على السلاح يعني انتشاره وصل لدرجة يعني ممكن يعني مش عارف المفروض من اولويات المجلس قبل ما يفكر في انتخابات اوكي انا يعني قابلنا صحفيين في المهاري لما كان في الكيب حاول يخبطنا بالسيارة <صفيق> <تنق> كيف يعني ايه الكيف لا 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 موجودين الشباب لا لا يمكن صدفه لا مش لا صدفه لا. حطأ.. انا نادينا لا صوره لا لا, لا 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 يمكن لا يمكن, لا يمكن انا الحقيقه لا انا صريح يعرفوني كل لا لا يمكن انا لا اتصور ان يحدث هذا احنا مصابين بنعطوا ورقه بتاعت المظاهره لا 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 صوت لا. لا يمكن لا يمكن لا لا بالصدق يعني شيء ممكن انا مش حاضر <applause> يجب. يجب شيء ولا عمري سمعت لكن لا يمكن لا يبنى الوطن لا يبنى لا يبنى الوطن بافتراض السيء يجب ان نفترض الاحسن ونفترض حسن <applause> انا افترض حتى في اعضاء اللجنه الامنيه العليا وفي وزاره الداخليه انهم يريدون انجاح الانتخابات الشعب الليبي يريد انجاح الانتخابات وبالتالي ستسير ان شاء الله الامور بتضافر هذا الشعب لانجاح هذه يوم 7/7 سبعة سبعة ان شاء الله ولكن هناك استحقاقات ولكن هناك لهذه الانتخابات هناك هناك هذا هو حديثنا اليوم يعني عندما نتحدث عن المشاركه السياسيه للنساء وللشباب نعم نتمنى كلنا نحن المجتمع ان هو يشارك ويكون هناك تمثيل عادل ولكن في استحقاقات لكي يكون هناك مشاركه فعاله للشباب والنساء ولذلك التحدي الامني يظل هو التحدي الاكبر تحدي. حقيقه ولذلك مثل هذه المبادره والسعي في انهاء ظواهر السلاح هي اولويه أولوية قبل الانتخابات قبل كتابة صحيح. الدستور صحيح. ولذلك أحييكم عليها نعم. و... وحيكون إشكالية كبرى وإلى ما نعرفوش إحنا يوم الانتخابات كيف حيصير يعني هو... بصراحة نعم. أنت سألتيني سؤال بدري على ال... الوازع الأمني والخوف م. كمرأة في نعم. دخول الانتخابات والمشاركة السياسية وما جاوبتكش عليه السؤال إجابته واضحة إذا يعني كان الرجال يخافوا من ال... نعم فما بالك بالنساء وبالذات اذا تم اختطاف امراه او القاء القبض عليها حتى, حتى ولو وضعت في غرفه امنه غير مقبول كان في ناشطه في بنغازي الصحفيه شريفه الفسي تم خطفها اا, آآ عندنا سليمان دوغا تم خطفه هذه بشكل كبيرة هذه يعني وهذول كلهم يعني اعلاميين يعني من مسلحين مسالح نعم. نعم. لانهم تناولوا امور معينه في هذه المرحله الصعبه في ليبيا نعم. فاحنا نواجه فتره صعبه جدا نحتاج احنا كلنا كقوه وطنيه ومجتمع مدني نتصدى لها ونخاف ان زي مثل تجربتكم هذه تكون شيء تخلي ان الشباب يرجعوا ثاني للصفوف الوراء وللمربع الأول أنهم لا يشاركوا يعني إحنا كانوا الشباب غير مشاركين في عقود في عقود القذافي في مشاركة سياسية فلما نلاقي نحن ب... رجعنا لمثل هذه الممارسات ولا يتم التحقيق في في اعتقالكم التعسفي حتى لو كان تم الإفراج عليكم بالفجر هي القصة يعني, بعد يعني حتى ساعة في الطريقة ساعة. لو تبي تحقق ما يحقق يعني حتى سألني اما انتم ما خدتوش اذن بمضاجه قلت اما يعني طبق القانون علينا نحن ما عملناش لكن الطريقه نفسها قول لي ان بعدنا يعني اسلوب حتى مش مش ترفع علي سلاح مش من حقك يعني كاسلوب نفسه فهماني يعني ثاني حاجه مشكله يعني المجلس مش مهتم بها وسواء الحكومه سواء اي حاجه مشكله سلاح اكبر حاجه تبي تدير فتنه في ليبيا تديرها بسلاح تبي تدير تخطف واحد يعني ما, فيش امان اي حاجه تبديرها في ليبيا بسلاح مفروض اولويه المجلس من بعد ما تحرر طرابلس اللي هو تحرير ليبيا كلها يبدو يلموا سلاح هو هو لا الحكومه والمجلس مهتمين بسحب السلاح لكن المشكله في كيفيه سحب السلاح من المسلحين كيف تعطي الشباب 2400 معلش في عقيده عند الليبيين بدات تتوسخ وهذه عقيده خاطئه أن بمجرد إسقاط الدكتاتور تنتهي الدكتاتورية هذا خطأ خطأ كبير لا بد من إعادة فرز مجتمع مدني يدافع عن هذه الثورة لنصل بها إلى مرحلة الديمقراطية الثورة الإيرانية دفعوا 17 ألف شهيد وبعد ذلك تحولوا إلى دكتاتور يلبس عمامة بدل ما كان يلبس بدلة الاتحاد السوفيتي كان الثورة اللي قاموا بها بلاش ثورة جميلة ثم بعد ذلك تحولت إلى دكتاتورية ستالين والذين ماتوا وقتلوا تحت ستالين أكثر من اللي ماتوا هي على أحد القيصر الذي يتركه. إذن <applause> ان الليبيين بيجلسوا في بيوتهم بيتوقعوا بيجيهم دوله ديمقراطيه تحترم الحريات العامه وكذا وبيجلسوا هذا مستحيل دون مشاركه المجتمع المدني مشاركه الشباب مشاركه المراه راهي ان حنكون امام دكتاتوريات جديده في المستقبل وبالتالي المشاركه وان احنا ننزل ونقطعوا قطع مطلق مع السلبيه. هذه حتكون البيضة والدجاجه، لا. لان لا لا احنا أبداً. عشان نشاركوا هذول لا. لابد من أن يكون في استحقاق الامني، يعني في العراق المفروض ان هي بعد الاحتلال العراقي وبعد سقوط الطاغيه انه كونوا دوله الديمقراطيه والمفروض انهم بس وضع العراق لا يقارن، وضع احنا حنذهب في هذا بس دا المجال. بس خليني لك حاجه الاستحقاق الامني لا يوهب بالعكس يكتسب. إذا كان كل مواطن شارك في م. الحفاظ على المنان تفكر أول ما قامت الثورة في بنغازي في بداية لما تحررت بنغازي كانوا حتى الأطفال ينظموا في المرور، نعم. وكانوا ينظموا ينظفوا في الشوارع، كانت كنت أنا خارج البلاد، حتى أنت كنت خارج م. البلاد، كانت شيء يعني يعني فعلاً آه ما كانش متوقع انه يحصل، الامن ما كانش فيه حتى من يعني حتى مركز شرطه يشتغل ما كانش فيه، وما كانش فيه جريمه، لان الناس اصبح مسؤوليه المواطن كانوا يحافظوا خايفين تصير جريمه ما يلقوش كيف يصرفوا فيها، يعني واحده من التعبيرات اللي قالت لي ان ما فيش مستوى معدل الجريمه منخفض بالكامل، ليش؟ صح. لان خايفين تصير حاجه ما يعرفوش كيف يصرفوا، فلو استمر هذا هي كان حيكون فعلا وما الذي حدث؟ للأس... ما الذي حدث؟ الثورة عندما قامت قامت ضد شخص واحد اسمه القذافي وكان الهدف واحد هو اسقاطه. عندما سقط القدافي تعددت الاهداف والمساعي والمطامح. يوم قبل 20 اغسطس وبالذات يوم 20 اغسطس، سمعنا من كل النخب السياسية عليكم ان تتوحدوا وان لا تمسوا ممتلكات العامة وكذا. نعم. الناس طلعت يوم 20/8 وسيطروا على طرابلس ولم يمس لا مصرف ولا متحف. الثوره التونسيه راهم هجموا على المصارف يوم سقط بن علي في مبارك احنا اخذنا عبره من الثوره التونسيه والمصريه الثوره الليبية, الليبية لم في يسرق فيها مصرف نعم. او متحف بعكس المصريين وبالتالي هي لكن أرقى بعدين؟ لكن بعد ذلك صار مم. الانحراف الانحراف بدا من الاعلى مش من الاسفل النخب بدات تتصارع <applause> هذا محسوب على التيار الفلاني وهذا محسوب على التيار الفلاني، الكتيبه محسوبه على كذا، هذا التخوين هذا والاستقطاب والتخوين والمزايدات اللي حصلتنا المزايده انا وطني اكثر منك، انا ثوري اكثر منك، انا ليبي اكثر منك، وبالتالي بدينا في المهاترات هذه وبدينا هنا الاستقواء بالبعض على البعض والاستقواء احيانا حتى بالخارجي وبالسلاح على البعض، وهذا اللي هذا اكبر خطر الان المشكلة الشعب يحسب يعني خلاص تمينا معمر مات وبنينا خلاص ليبيا كلها تحررت خلاص ما لناش دور. دوري ان نطلع ما هم غلط هذا ما مفكروش فيه بالعكس اكثر مرحلة مهمة في ليبيا بعد بعد تحريرها بناية ليبيا يعني انت تفكر المفروض المفروض انت ما تفكرتش تطلع بسلاحك يعني في اغلب الشباب يعني لما مرينا عليهم يقولوا لا مثلا مش سلاح الناس قالوا فيهم ما فيش امان <applause> اوكي هذا الامان من دور المجلس او سواء الحكومه سواء يعني اللي ماسك البلاد ما سواء من فيهم يعني تمام؟ ثاني حاجه اللي يقول لك يعني افرض واحد خش عليه في الحوش بنديرته وفي ناس ثانيه تقول لك الناس مؤيدين للنظام السابق عندهم سلاح فانا لازم يبقى عندي خذوا منهم وناخد يعني الفراغ السياسي اللي اللي تركوا المجلس الانتقالي والحكومه ايه؟ المؤقته هل ممكن يكون هو اللي ساهم في ها في عدم الثقه المواطن واصبح كل مواطن يشعر انه هو لابد انه يحمل السلاح اللي دافع عنه هل هل هذا انتشار ظاهره السلاح وانتشار الميليشيات والاستقواء بها ناتج عن غياب القياده وغياب الرؤيه وبالتالي الفراغ السياسي في الساحه لا هو خليني نقول لك حاجه في ايام القذافي كان في فوضى عارمه ولكن كان يحكمها الخوف من الدكتاتور احنا تو في فوضى عارمه ولكن لا يوجد خوف من احد امم اللي هي و... أنا, انا حر هي... لي نعم،, نعم 17 فوق. انا يعني حسب رايي واعتقد يوافقني آه ستوافقني على ذلك هو ان اذا كان يوجد قانون القانون يفرض احترام ويفرض خوف من لا يحترم القانون يخاف منه مم. مم. في د... حتى في الدول الدك... الديمقراطيه التي لا توجد فيها دكتاتورية فاذا لم يحترم المواطن القانون يخشاه وبذلك يفرض القانون والقانون يصاغ لحمايه المواطن ولحمايه الدوله نحن هنا لا يوجد احترام للقانون ولا خوف منه لانه غير مطبق ولان الجميع لديهم سلاح يعني لكن شيء واحد يود ان يعني يقول نحن في مرحله انتقاليه ولا يمكن أن نتصور ان تنتقل دولتنا من أوكي. تلك أو... الفوضى التي كنا فيها إلى ما نخ... ما نتمنى أن نرى. أو على نهاية البرنامج فكلمة أخيرة من كل منكم في غياب دولة لن ودولة القانون لن نرى مشاركة سياسية للشباب والمرأة. كلمة أخيرة في أقل من نصف دقيقة آه إن شاء الله حتكون مشاركة ستكون سيتحدّ مشاركة سيتحدّ نعم المو... أن نعم. الشباب الشباب يتحدى والمو... يجب أن تتحدى هذا الواقع وتكون مشاركة إن شاء الله آه أتمنى مشاركة المرأة وأتمنى مشاركة الشباب وأتوقع ذلك لأن كل منهم خبير في شأنه ولا غنى عنهم في العملية السياسية أنا بيقول تول المشكلة في سلاح بنمو قبل ما تبدو انتخابات ما تبدوش تتصحسن في صورة ليبيا قدام الناس انتخابات ومؤتمر وجمعيات و... إلا لما إنه يظل التحدي الأمني هو الهاجس الأكبر لدينا في هذه المرحلة الانتقالية وهو ما سيؤثر على المشاركة السياسية للشباب والمرأة آه وصلنا لنهاية البرنامج نشكركم على حسن متابعتكم آه حياكم الله دمتم ودامت ليبيا بخير